السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المتابعين ومشاهدين وزوار قناة ميدو على فور فيسبوك كمبيوتر فوتوشوب تكنولوجيا على اليوتيوب. أهلا بكم يا جماعة. شرح النهاردة، في ناس كتير طلبت مني على الفيسبوك وعلى التويتر وعلى الأسك. طبعا الناس بتقول عاوزة موقع كويس، موقع آمن وحجمه صغير، عشان نعلي الصوت بتاعنا في كمبيوتر او اللابتوب او الايباد. طبعا انا اجيب لكم موقع جميل جدا، طبعا رابط الموقع هتوركم في الديسكريبشن اسفل الفيديو. كل عليك انت بتفتح نيو تاب، تفتح تابوك جديد، تضغط بيست اند جو، ده الرابط، ده اللينك اللي هتخش منه على الموقع. طبعا الموقع اسمه ساوند بوستر. كل عليك انت تضغط على تراي ات ناو وتعمل له تحميل حجم برنامج 6 ميجا، لكن انا حملته قبل كده فمش محتاجه. مرحلة التثبيت مرحلة عادية جدا، انا نضغط دبل كليك عليها، تضغط على يس، بعدها تضغط اي اكسبت اجريمنت موافقه، تضغط على نيكست. انتوا هتسيبوها هنا زي ما هي بالظبط، لكن انا عشان انا بفضل انا بحطه في الفايل بروجرام، لكن انتوا هتسيبوها زي ما هي كانت بالظبط. بعدها تضغط على نيكست 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 انستول، بعدها بتضغط فينش. وادي طبعا ايقونه البرنامج، برنامج صغير وجميل جدا. انا هتيجي عندك انت على الصوت، مثلا الصوت عندي انا الهيدفون عندي 100% اهو، ده الصوت الطبيعي للكمبيوتر. عاوزين مثلا نعلي الصوت، انا هسمعك اغنية دلوقتي الصوت بتاعها واطي اساسا، فاسمعوها كده وهتحكموا الفرق كده قبل ما اشغل البرنامج. بعد ما اشغل البرنامج اهو، دي قبل ما اشغل، هذه الاغنية طبعا ده الصوت بتاعها الاساسي، ده الصوت واطي، لكن دلوقتي عليها لكم اكتر من 500%، بتضغط عليها دبل كليك ودي بتطلع لك اشعار من هنا من تحت كده، بتدوس عليها هتلاقي هنا بتدوس عليها، ودي هنا بتخلي العلامة زي ما هي انيبل، بتخلي زي ما هي وتيجي تشغل الاغنية بس تكون فاتح ده. طبعا انا هشغل دلوقتي هالاغنية واسمعوها، شوفوا الفرق دلوقتي كده بالصوت العادي، ده بصوت الكمبيوتر نفسه. هوقفه وشغل من هنا، شغل الاغنية تاني ولاحظوا معايا دلوقتي انا هعلي الصوت. الموقع البرنامج يعني غاية في الروعة، موقع وبرنامج آمن جدا وسريع جدا. وطبعا لو عجبكم البرنامج ده هحط لكم رابط بتاعه ديسكريبشن اسفل الفيديو، وشارك الفيديو مع اصحابك، ومتنساش تضغط لايك، ولو عندك سؤال سيبه في كومنت، واشترك في القناة، فاضلنا 6 اشتراكات ونوصل 900، وبعدها نبدأ من 900 ل 1000 مشترك. كان معكم ميدو علي من قناة ميدو علي في الفيسبوك كمبيوتر فوتوشوب تكنولوجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.